حقيقة هذا النوع من الفرص كما قال الأستاذ حقيقة مهم، لكن أنتم مناقش الأمور وسموها بمسمياتها. وأنا في البداية سابق نعرج على مقدمتكم جواب على سؤال، وبغيت تعطيني فرصة شوي أوضح التالي. نحن للأسف الشديد عاقبنا المجتمع الموريتاني تطلق فيه إساءة، أقبح إساءة تشوفها بين البشرية، إساءة لأفضل الخلق وأعدل الخلق وأحسنهم إلى الناس، الذي جاء ليعدل بين الناس، جاء ليكمل مكارم الأخلاق. هو اللي قالوا مولانا وإنك لعلى خلق عظيم. هذا السيء الذي هو لا يمثل المعلمين ولم يكن يوما واحدا ضمن حراكهم ولا ضمن صفوفهم، هو ليس سوى أحد أفراد شلة يعني مؤخرا تظهر هنا مؤخرا وتسيء إلى قيم الإسلام وتشكك في ثوابته. يكفيك أن أهله وذووه، نحن المعلمين الناشطون، هم أول من رد عليه على مقاله بالتدوينات وبالمقالات، وأيضا أهله كانوا على قدر المسؤولية، إذ أن أبوه هو أول من سلمه إلى العدالة لكي يرعوا وربما يتوب، نرجو من الله أن يتوب. بالنسبة للموضوع،